السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بفيديوهات التشريح 4. ورح نحكي عن القائمة الخلفية، وبداية بالعضلة الكفلية السطحية التي تأخذ شكل رقم 7، والعضلة الكفلية الوسطى، وتحتها يوجد لدينا العضلة الكفلية الغائرة، والعضلة ذات الرأسين الفخذية التي تنتهي بثلاث رؤوس: الرأس الرضفي والقصبي والعقبي، والعضلة النصف وترية، وخلفها العضلة النصف غشائية، والعضلة موترة اللفافة العريضة، والعضلة الوسيعة الوحشية، والعضلة المستقيمة الفخذية، وبالجهة الأنسية العضلة الوسيعة الأنسية، والوسيعة الوسطى التي تكون بين الوسيعة الوحشية والأنسية، وغائرا من المستقيمة الفخذية. وهؤلاء الأربع عضلات هم العضلة ذات الأربع رؤوس الفخذية. بين العضلة النصف وترية والنصف غشائية يوجد لدينا الميزاب الفخذي الخلفي، وبين العضلة النصف وترية والرأس العقبي الميزاب الفخذي الأوسط، وأخيرا بين الرأس الرضفي والرأس القصبي الميزاب الفخذي الأمامي. ولا ننسى طبعا العضلة الرشيقة والعضلة الخياطية والعضلة المشطية التي تكون تحت الرشيقة، ويتشكل المثلث الفخذي من هؤلاء العضلات. بداية بعضلة بطن الساق برأسيها الوحشي والأنسي، والعضلة الأخمصية بين رأسي بطن الساق، والعضلة النعلية رقيقة وريشية الشكل، ويتشكل وتر أخيلس من العضلات التالية. ونكمل بالعضلة الباسطة الإصبعية الوحشية، والعضلة الباسطة الإصبعية الطويلة، والعضلة القصبية الخلفية، والعضلة قابضة الإبهام الطويلة، والعضلة القابضة الإصبعية الطويلة، وأخيرا العضلة المئبضية